في السماء. مغامرتنا النهارده ازيك يا غاده؟ جاهزين ان شاء الله؟ نو كومنت. تقريبا كده جاهزين جدا. احكوا لنا بقى لما عرفتوا ان انتوا هتيجوا هنا ايه اللي حصل او ايه الحوار اللي دار ما بينكم؟ لا وانا ما يعني ما كنتش مركزه قوي في اللي هيحصل اللي بيحصل. هو قال لي تعالي وننزل وننط وبتاع من طياره ومش عارفه كنت ساعتها بعمل ايه، مشغوله في حاجه. قلت له ماشي ماشي. قال لي تيجي معايا يعني ولا اروح لوحدي؟ قلت له لا لا هاجي معاك هاجي معاك يعني ماشي نفكر في الموضوع. ففجأة قال لي لا ده بكرة. فاللي هو ايه هو ده اللي بكرة؟ قال لي بكرة ننزل بس في سريع نروح سريع مين ونعمل. فانا كنت محتاجة وقت بس ايه افكر اشوف يعني هعمل الموضوع ده ولا لا يعني. ف وانت يا داود اقنعته ولا ازاي؟ لا انا كنت متحمس، انا نفسي اعملها. فلما جه فكرة البرنامج اتبسطت جدا، فقلت لها قالت لي اه، وبعدين رجعت في كلامها. لان انا اصلا عشان ظروف التصوير يعني ده تالت ميعاد نحاول نظبطه. انت يا ولا بقى بيكون رد فعلك ايه لما احمد بيقرر ان هو ياخد جميله معايا بقى في اي مغامره؟ لا مع بالسلامه مع نفسهم. قلب دعيلهم، انا تمام جدا. ببقى على الارض انا وادم بنشرب المشروب بنجيب حاجه ناكلها نتفرج على فيلم نتفرج عليه. ماما بقى بايه في الاكوا بارك بقى بينزلوا زحاليق بقى رولر كوسترز يطلعوا يتسلقوا الجبال. انت اللي بتشيلي الشنط. انا تمام، انا مبسوطه جدا، انا تمام يعني اعملوا اللي انتوا عاوزينه ومبسوطين. انا كلمها فيديو بقى لما كنا في الهوت اير بالون ده كلمناها فيديو. بس انا عملت هوت اير بالون برضه قبل كده يعني. بيكلموني من فوق الله انبسطوا ايه كده يعني. طيب احنا دلوقتي خلصنا اسئله وهتروحوا تعملوا في ار تيست عشان تختبروا بيها ثباتكم الانفعالي وقوتكم كمغامر. جاهزين؟ يلا جاهزين. يلا بينا. انزل بقى انزل انزل تحت انزل انزل دايرة دي انزل بقى انزل. حلو قوي كده كده جميل جدا. واحنا على الارض لذيذ جدا. خش جوه الدايرة دي. بصي بقى اهي دايرة اهي. بصي بقى اهي 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 ايه بقى؟ ما انت استني. خبطت انا كده. 3 2 انت شايفة هي بتعمل ايه؟ انا شايفة كل حاجة. ده انا كده طايره يعني ولا ايه؟ ده في هوت اير بالون قدامي. ايوه يا نهار ابيض. واطلعي بقى بدماغك اعرفي اهو شفتي؟ ايوه اخرب بيت كده. احمد وعلا انتوا طلعتوا مغامرين جامدين جدا بنسبه 95%، وده هيدي لكل واحد فيكم لقب مغامر مش سهل خالص. كويس هنشوف بقى ان شاء الله. فانا دلوقتي خلاص جاهزه ان انا اديكوا تاشيره المغامر. اوكي. بس قبل ما نطلع على الطياره هتسجلوا فويس نوت احساسكم بقى دلوقتي، مسج معين عايزين تقولوها، ومش هنسمع الفويس نوت دي الا لما تنزلوا من الطياره. ماشي. هطلع انا دلوقتي واسيبكم تسجلوا فويس. انا خلاص احنا وصلنا المطار دلوقتي. قولوا لي بقى متحمسين قد ايه؟ يلا بينا. انا متحمس. رقم ده اليونيفورم. انا متحمسه جدا. قبل ما ننطلق على مغامرتنا كنت عايزه اسالكم، كان نفسكم مين يكون معاكم دلوقتي يعيش معاكم المغامره؟ كان نفسي انجي بصراحه. انجي علي. انجي علي. لا انجي علي. اتفرج علينا بس وتصوت بقى. طلتم كانوا هنا نقعد نط وانا من فوق. انجي علي. لا مش طيب. ايه رايكم نكلم انجي وتعيشوها معاكم بقى المغامره وتحكي لها هيحصل ايه؟ يلا. فين؟ احنا فين؟ احنا في المطار في بورسعيد. بتعملوا ايه؟ لابس سوتس سكاي دايفنج سوتس. ايه؟ هننط من الطياره. احنا الاثنين يا انجي رايحين البيت كله. البيت كله يعني لو حصل حاجه دوزي ومينا في رقبتك. انت جرأتي قوي كده ازاي؟ انا ما اتجرأتش. انا من فضلك ما تقوليش عليا كده. انا ما اتجرأتش. لا انا حسيت انه يعني انا عاوزه افيس ماي فيرز. ده بتتعالجي بقى. انجي انا هحكي لك عليها بعد ما نخلص، والمره الجايه صدقيني لازم تعمليها. يا جماعه بس ثانك يو يا انجي. ادعي لنا ادعي لنا والنبي ادعي لنا. محمد رسول الله. ادعي لنا ادعي لنا. اي لاف يو. باي باي.
السماء. قولي انت عندكم فوبيا من ايه اصلا؟ اولا عندها فوبيا من الحته اللي احنا فيها دي. بتعملي ايه؟ اه والله هسالكوا اخر سؤال، لو جاوبتوه ممكن ما كنتوش عادي. طبعا يا اولا انت هتموتي لو جاوبتي على السؤال ده. ايه بقى؟ تاريخ خطوبتكم ايه بسرعه في 3 ثواني؟ تاريخ خطوبتكم عدت خلاص 3 ثواني خلصت. خطير يا جماعه، لازم كل حد يعمل النقطه دي، لازم الله عليك يا مصر من فوق. حلوة. الله عليك يا مصر من فوق. مصر جميله. Congrats,
نزلت قبلي ازاي؟ عشان انا نطيت بعدك. نزلت قبلي ازاي؟ ما انا نطيت قبلك. ما انا بعت ما اعرفش. قعدت اتشقلب، قعدت اتشقلب يمكن. نجوم السماء. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتبسطتوا؟ انا اتبسطت جدا. كنت يا علا؟ الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. انا كنت بس يعني قصدت ان هي تنزل اول عشان اضمن ان هي تنزل، ما تخافش. يعني ممكن انزل انا وبعدين هي تحصل حاجه فتقول لهم لا مش هنزل مثلا، فاهمه؟ مثلا كانت الفكره دي. فقلت لها لازم يعني خليها تنزل الاول. وبعدين لما نزلت لا بصراحه يعني جات لي حاله كده اتبسطت جدا، يعني قعدت اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لان الفري فول كتير. طيب قبل ما نكمل كلامنا عايزين نسمع الفويس نوت اللي انت سجلتوها. اه ماشي. انا متحمسه ان انا اعمل سكاي دايفنج من بورسعيد، وطبعا خايفه جدا وقلقانه، بس عاوز اكسر الخوف اللي جوايا واعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده. لا متحمس جدا، حاسس ان انا هتبسط، وحاسس ان انا يعني هشجع الناس بعد كده ان هي يعملوها كتير ان شاء الله. يا رب. انا كنت حاسس. اشوفكم على خير يا جماعه. لا انا عايز اسالك بقى، انت كنت عايزه تكسري حاجه كده، اتكسرت ولا لا؟ انا مبسوطه ان انا جربتها، يعني انا يعني اقول للناس اللي هم بيخايفين قوي ان هم يكسروا الخوف اللي جواهم ان هم يجربوا كسر الخوف ده، يبقى ما تقعديش دايما خايفه من حاجه وخايفه تعمليها اللي هو انا خايفه، لا اكسريها واعمليها مره، عجبتك اعمليها تاني، ما عجبتكش يبقى انت عملت الاكسبيرينس. بما اننا في بورسعيد ومن اشهر الافلام اللي اتصورت هنا فيلم اشاعه حب، لو الفيلم هيتعمل تاني كل واحد فيكم هيحب يعمل دور مين من الابطال بتوع الفيلم؟ انا كده هعمل عمر الشريف طبعا. ماشي. وانت يا علا؟ اعمل سعاد حسني. اعمل سعاد حسني. اعمل سعاد حسني. هتعملي مين؟ اعمل سعاد حسني. داوود وعلا اتبسطنا جدا جدا معاكم النهارده، اتمنى انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا. الحمد لله. ميرسي جدا ليكم. هنختم اللقاء بتاعنا بسيلفي مع المكان الجميل اللي احنا فيه، حضرتك في ريال، وشكرا جدا ليكم. ماشي.